هل يجوز للفتاة المسلمة أن تقص شعرها وتقصره ذلك رغبة منها ومحبة للشعر القصير منذ الصغر؟ وتقول: كما أنني يا سماحة الشيخ أظن في قص الشعر أنه يقويه ويزيد في غزارته، فما رأيكم بذلك أثابكم الله؟ قص المرأة للشعر إن كان لأجل الحاجة كأن يكون ثقيلا عليها وهي مريضة أو كبيرة السن أو يحتاج إلى مؤونة وهي فقيرة فلا بأس بتخفيفه وقصه كما فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. أما إذا كان لغرض الزينة فالزينة في بقائه والعناية به، وأما قصه فإنه ليس من الزينة وإنما يكون من التشبه، لأن هذا القص ما عرف إلا بعد أن صار كثير من بنات المسلمين ونساء المسلمين ينظرن إلى الكافرات أو الأجنبيات الوافدات أو اللاتي تظهر صورهن في وسائل الإعلام، فيقلدن هؤلاء ويتشبهن بهن على ظن أن هذا من الزينة ومن الجمال ومن الإعجاب بهؤلاء النسوة، وهذا أمر يجب تركه، ويجب أن يكون نساء المسلمين بعيدات عن التشبه بالنساء غير المسلمات. نعم.